في فيديو النهاردة هقدم تصميم جديد، شنطة بسيطة وجميلة وسهلة جدا. هستخدم خيط مكرمية مصري، ممكن نستخدم اي نوع تاني بنفس السمك 3 ملي. هنحتاج تقريبا من المكرمية المصري 400 جرام، يعني حوالي 300 متر، وإبرة 5 ملي. نعمل عقدة البداية و24 سلسلة. من السلسلة التانية نعمل 23 غرزة حشو. سلسلة لبداية السطر الجديد، ومن أول غرزة نشتغل حشو في الحلقة الخلفية. ونرتفع بغرزة حشو في الحلقة الخلفية 20 سطر. دلوقتي هشتغل السطر 21. في السطر ده هنعمل تناقص في بداية ونهاية السطر. يعني السطر 21 هيكون من 21 غرزة حشو بس. هعلم السطر ده لأني هشتغل فوق السطر ده 3 سطور ثبات. ثبات يعني من غير تناقص، يعني هنعمل 3 سطور كمان بعرض 21 غرزة. دلوقتي هنشتغل السطر 25، وهنعمل في السطر ده تناقص في بداية ونهاية السطر. كده عدد الغرز في السطر هيبقى 19، وبعد كل سطر فيه تناقص بشتغل 3 سطور ثبات لغاية ما نكمل 35 سطر.
للتوضيح علمت السطور اللي فيها تناقص. السطر 21 عدد الغرز فيه 21، السطر 25 عدد الغرز 19، السطر 29 17، السطر 33 15 غرزة بس. وبعد السطر 33 نشتغل سطرين بس ثبات بعرض 15 غرزة ونقطع الخيط. وعند أول سلسلة من سلاسل البداية نربط الخيط. سلسلة وحشو من أول غرزة في الحلقة الخلفية. ونكرر بالظبط اللي اشتغلناه تاني، يعني 20 سطر ثبات و15 سطر بنعمل فيهم تناقص 4 مرات. دي سلاسل البداية. واشتغلنا 35 سطر في الاتجاهين، يعني 70 سطر. من عند سلاسل البداية هنعد 8 سطور ونحط علامة عند السطر الثامن من الناحيتين. ونعلم برضو السطر الثامن من الجهة التانية. وده هيكون ارتفاع القاعدة 16 سطر. هنشتغل الجنب الأول على 16 سطر دول. سلسلة وحشو عند السطر الأول ونعمل غرزة حشو عند كل سطر. ونتأكد إننا اشتغلنا 16 غرزة. نرتفع بعرض 16 غرزة 10 سطور. دلوقتي هنشتغل السطر 11 ونعمل فيه تناقص في بداية ونهاية السطر.
يعني عدد الغرز هيبقى 14. وبعد السطر اللي بنعمل فيه تناقص بنشتغل 3 سطور ثبات ونكمل بنفس الطريقة. لحد ما يكمل عدد السطور 26 سطر. عملنا تناقص في السطر 11 وال15 وال19 وال23 وعدد الغرز وصل 8. واشتغلت السطور 24 وال25 وال26 ثبات من 8 غرز. بعد كده بنقطع الخيط بس بعد ما بنفوت حوالي متر للخياطة. ونربط الخيط على الجهة التانية عشان نشتغل الجنب التاني بالظبط زي الجنب الأول. أنا ثبتت الحلقات المعدنية عند السطر اللي قبل الأخير، ممكن نثبتها خياطة أو نشبكها مع غرز الحشو. بس تثبتها بغرز الحشو أفضل. دلوقتي هنخيط الأجزاء. الجزء ده من 27 سطر والجزء ده من 26 سطر. دي الجهة الخارجية، الخياطة هتكون على الجهة الداخلية. نبدأ من أول سطر ونخيط سطر قدام سطر بالظبط. لازم نراعي إن السطور تكون قدام بعضها بالشكل ده. لغاية آخر سطر من سطور الجنب.
مش هنقطع الخيط، هنمرره كده على الجنب علشان نخيط الجهة التانية. دلوقتي هنشتغل الغطا، هيكون بعرض 11 غرزة بس، وهيكون سطور حشو في الحلقتين. ونثبت أي نوع قفل متاح.
وعشان نعمل اليد هشتغل 25 سلسلة أو حسب الطول المناسب لينا. واعمل حشو من قلب الحلقة وارجع على السلاسل بغرز السحب. وبعدين حشو من قلب الحلقة الأولى وارجع برضو بغرز سحب على سلاسل البداية من الجهة التانية في الحلقة الخلفية. ما تنسوش لو التصميم عجبكم تعملوا لايك للفيديو وشكرا لمتابعتكم.